النهارده النادي الاهلي داخل مباراته بعدد من الاصابات، على ابرزهم عمر عزب ومروان سرحان لم يستكمل شفائه. بعد نادي الاتحاد السكندري النهارده داخل كامل العدد. نادي الاتحاد النهارده كان عنده غيابات، دولة صانع العاب الاتحاد السكندري ومنتخب مصر، ولكن هو الان جاهز للمشاركه. اسماعيل احمد موجود، الاتحاد السكندري النهارده فول تيم. النادي الاهلي ايضا ولكن باستثناء اصابتين ومجموعه من اللاعبين الحقيقه كانوا لسه راجعين من الاصابات، شاركوا في مباراه الزمالك زي عمر طارق وسيف سمير، مجموعه رجع من الاصابه ولكن ادوا مباراه جيده. النهارده النادي الاهلي محتاج الدفاع، النادي الاهلي النهارده محتاج الدفاع الجيد. المباراه النهارده مباراه دفاعيه من المقام الاول. النهارده اللي هيقدر يقفل مفاتيح اللعب على الخصم او على المنافس النهارده هتبقى هي دي كلمه السر. النادي الاهلي النهارده بيواجه المحترف الاتحاد السكندري، محترف بيجيد تصويبات الثلاثيه، ايضا بيجيد الاختراق، افريج بتاعه فوق ال 20 نقطه. النهارده النادي الاهلي محتاج يوقف الثلاثات بونت بصفه عامه من نادي الاتحاد السكندري، لان نادي الاتحاد من ايام ما كنا احنا بنلعب الحقيقه وهو بيتميز بالثلاثيه، قدرت توقف الاتحاد السكندري التصويبات البعيده، وقفت خطوره كبيره جدا للاتحاد السكندري. النهارده الاتحاد السكندري عنده مهمه صعبه، النادي الاهلي مفاتيح لعبه ما شاء الله كثيره. عمرو الجندي، عندك ايهاب امين، عمر طارق تحت الحلقه، سيف سمير، عندك ابو النصر، عندك عمرو زهران، عندك مجموعه كبيره من اللاعبين ليهم حلول. بالاضافه طبعا تومسون اللاعب المحترف الامريكي بصفوف النادي الاهلي، النادي الاهلي النهارده عنده حلول. مهمه الاتحاد السكندري انه يقدر يوقف كل حلول او كل القوى الهجوميه اللي ممتاز بيها النادي الاهلي. النادي الاهلي يمكن مباراه الزمالك نجح انه يفرض نوع دفاع جيد وهو المان تو مان، ضاغط من نصف الملعب. الحقيقه جابت نتيجه جيده جدا، ضغط على صانع الالعاب مش مرتاح في خروجه بالكره، ايضا الضغط على اطراف الملعب الجانبين الوينجات وايضا تحت الحلقه. النادي الاهلي نجح بشكل كبير في مباراته مع نادي الزمالك في هذا الضغط، وده اللي خلى نادي الزمالك او يسجل معدل تهديف اقل لولا الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في مباراه الزمالك اللي كلنا تابعناها وشفناها على شاشه، طبعا يعني كنا حللناها على شاشه قناه النادي الاهلي امس في برنامج الابطال، ولكن يبقى الخطا التحكيمي هو جزء من اللعبه سواء في كره السله او في كره القدم او في كره الطائره، وكل الكلام ده وارد، ولكن النهارده التحكيم لابد ان يكون مركز. الحكام النهارده محتاجين تركيز، مباراه قويه في فنيات عاليه. اتمنى النهارده التحكيم يكون على قدر الفنيات. النهارده في انديه كبيره زي النادي الاهلي حاطه ميزانيه كبيره في كره السله بالملايين، النهارده محتاجين التحكيم يكون على قدر هذه الفنيات. مش معقول فريق يحط هذه الملايين بيسعى وراء بطوله ويبقى في يعني للاسف تاثيرات من التحكيم، طبعا تاثيرات غير مقصوده. احنا بس بنقول حاجه ان كل ده مش بنقول انه مقصود، ولكن هي اخطاء، ولكن الاخطاء دي ساعات بتكون قاتله في الملعب الحقيقه، وبتخلي فريق ومجهود فريق طول الموسم يضيع بسبب صفاره. فمحتاجين النهارده تركيز كبير جدا من التحكيم، اتمنى ليهم التوفيق الحقيقه عشان نشوف مباراه يعني جيده في كره السله. النهارده برضو بنحب نشير ان في مباراه مهمه النهارده بتقام، وهي مباراه الاهلي والزمالك، مباراه قمه في الكره الطائره سيدات بتقام في هذه الاثناء، واحنا مع حضراتكم وهنقول لحضراتكم النتيجه ان شاء الله. نتمنى باذن الله الفوز للنادي الاهلي. فريق السيدات للكره الطائره بيأدي موسم كبير، موسم استثنائي، الحمد لله فوز في جميع المباريات. نتمنى ان شاء الله النهارده يكون استكمال لسلسله الفوز. الاسبوع ده كان عندنا 5 لقاءات قمه الحقيقه في الالعاب المختلفه، كره يد رجال، كره يد سيدات، كره سله رجال. النهارده عندنا الفاينل رجال، بنتكلم على مباريات الاهلي والزمالك القمه، كان في الكره الطائره رجال وسيدات، الباسكت كمان كان عنده، اليد، وعندنا كمان كره اليد سيدات. 5 لقاءات قمه في بين الكره الطائره سيدات، 5 مباريات قمه حتى الان. النتيجه 3-1 للنادي الاهلي في مباراه القمه التي اجريت هذا الاسبوع. يمكن النهارده اخر مباراه في حاله فوز ان شاء الله السيدات، هتبقى مباراه القمه هذا الاسبوع 4-1. يمكن هو هزيمه واحده تلقاها النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه هذا الاسبوع وهي مباراه كره اليد. وزي ما تابعنا حضراتكم ان شاء الله في جهاز فني جديد بيتولى المسؤوليه في كره اليد حتى نهايه الموسم، نتمنى التوفيق. لسه الدوري في الملعب، نستطيع نفوز الثلاث مباريات، فرقتنا الحمد لله على قدر المسؤوليه، نتوقع منهم المزيد. خلينا نرجع لمباراتنا النهارده، مباراه مهمه جدا، بفكر حضراتكم المباراه الساعه 8:30.